ازيكم يا مواليد برج الحمل؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الحمل ليوم الاربعاء 24 نوفمبر تشرين الثاني 2021. حسن تعاملك يسهل عليك الكثير من الامور العمليه. يجب ان تدرك ان هناك الكثير من الاشياء التي يمكنك الاستفاده منها، لكن انظر حولك جيدا. للأعزب، إخلاصك للحبيب يكون له أثر الأكبر في تحسين العلاقة بينكما وتفعيلها وإرسائها على أسس واضحة جدا. للمرتبط، كن دبلوماسيا في التعاطي مع الشريك، وحاول أن تستوعب الأمور دون غضب، ولا تترك الشك مجالا للسيطرة على تفكيرك. لا تحمل نفسك أكثر من اللازم، ولا تترك الإجهاد يعطلك عن تنفيذ أفكارك. عامة إنه من الأفضل أن لا تبذل أي مجهود بدني قوي. حاول طوال الوقت أن تعطي لنفسك أوقات الراحة التي تحتاجها. توقعات برج الحمل للرجل، حاول أن تواجه مشاكلك الكبيرة في الحياة ببعض الشجاعة والصراحة والوضوح. فتحلى بالشجاعة اللازمة لتفعل ذلك، وقد تحدث متغيرات حولك لا تعرف أسبابها، وقد تشعر بالإحباط أو الغيرة أو التشكك، فحاول تجنب القرارات الحاسمة والقطعية المفاجئة. توقعات برج الحمل للمرأة، تبذلي قصاري جهدك وتتغلبي على الصعاب والتحديات. أنت بحاجة إلى التفكير بشكل جيد حول وضعك. اعتني بأسرتك أيضا، عليك أن تكوني أكثر تحفظا على أسرارك، وخصيصي الوقت لنفسك هذا اليوم. اهتمي بجمالك، فأنت تهملي نفسك دائما. صحيا، الفترة القادمة حددي مواعيد ووجبات الطعام، فهذا سيكون صحيا ومفيدا ومريحا للمعدة. توقعات العلامة الأولى مواليد 21 مارس ل 31 مارس، تشعر الآن بأنك سليم البنية والذهن، وأخيرا بإمكانك أن تتصرف على طبيعتك وسجيتك. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 أبريل إلى 10 أبريل، من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول ألا تفقد مزاجك وأعصابك إذا حافظت على رابطة جشعك وواجهت الأحداث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدم كثيرا. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 أبريل ل 19 أبريل، في المجمل أنت تمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء بأعمالك بذهن صافي وصحة جيدة. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.